من جديد إليك زميل محمد. مرة أخرى صباح الخير إبراهيم، وصباح الخير لنا ولكافة متابعي ومشاهدي برنامج يوم جديد التلفزيون الأردني. نتواجد في سوق المدينة، في سوق الحرفي، وهو يعني بالقرب من المدينة الأثرية في جرش، وبالطبع من هذا المكان يمر كافة السياح القادمين إلى المدينة الأثرية في جرش، وحيث يتبع لوزارة السياحة والأثار، وهناك شباك لبيع التذاكر للدخول، ومن ثم سيتوجه السائح إلى بعد أن يطلع على هذا السوق وما يحتويه، وهناك طبعا يلتقطون الصور التذكارية من خلال يعني ارتدائهم لبعض الأزياء أو الأزياء الشعبية الأردنية، وكشماغ والشماغ المهدب وما شابه ذلك. لكن هناك العديد من الجمعيات والأفراد الذين يعني يمتهنون مهنة الحرف اليدوية بشتى يعني أشكالها، لديهم مواقع داخل هذا السوق الحرفي، ومن ضمنها جمعية جرش للحرف اليدوية التي اعتدنا على منتجاتها وعلى معروضاتها من خلال مهرجان جرش للثقافة والفنون في كل عام. وللحديث أكثر عن هذه الجمعية وعن هذه الزاوية التي نتواجد فيها، نستضيف الفنان التشكيلي والفنان الحرفي صلاح عبيد. صباح الخير، الله يعطيك العافية. صباح الخيرات، وأهلا وسهلا بيك وأبو هيثم وبالتلفزيون الأردني اللي دائما بتغطونا الحرف اليدوية. احنا موجودين في سوق جرش الحرفي، يتبع زي ما قلت له وزارة السياحة، عندنا أعضاء لهم محلات، وأنا عندي من الناس اللي رئيس الجمعية عندي محل. المحل ببيع فيه منتجات، مطرزات رمل، خزف، فسيفساء، مطرزات منتجات الحرف اليدوية أكثر شيء. وجمعيتنا تأسست سنة 2008، تحتوي على 186 عضو، وتقريبا في منهم 900 عضو فعالين، والسنة هسا كمان شوي عندنا ب 22 شهر 21 مهرجان الزيتون في جامعة فلاديفيا إن شاء الله بننظمه. وانتو عارف احنا بننظم مهرجان جرش، بننظم مهرجان كثير، بنعمل دورات تدريبية على الحرف اليدوية في كافة المملكة ومنها جرش طبعا الحصة الكبيرة. وهدف الجمعية حرفي لكل بيت للمنتجات والتسويق، الحمد والشكر لله بنسوق بطريقة رائعة جدا، وخاصة نسبة التسويق 80% بالسوق الحرفي و20-25% من بالمعارض والمهرجانات. يعني تقريبا أعطيتنا كافة المعلومات اللي كنا حابين نسألك عنها، لكن هناك سؤال يطرح نفسه، يعني هل هذا السوق بيوفر طبعا بالإضافة يعني كمان الجمعية توفر فرص عمل داخل المنازل ومن خلال يعني العمل المنزلي للعديد من الحرفيين؟ طبعا عندنا اللي بيهدب بالشماغات طبعا بالبيت، احنا بنبيع الشماغات المهدب ليهن، بنبيع المطرزات، فين منهن صبايا برسموا على القزاز، شغل الفسيفساء، واحنا يعني من الناس اللي بنحاول ندرب والناس تستفيد وتشتغل ببيتها. يعني عندنا مثلا بالسنة دورة هدب شماغ، عندنا دورة طرزات، عندنا دورة الرسم على الرمل، دورات يعني. وزي ما قلت لك أهم شيء احنا ننتج ونسوق بنفس الوقت. يعني احنا بنلاحظ الآن يا ريت زميلنا سفيان الخوالدي، في عدد كبير من السياح، طبعا قبل شوي كان في هناك أفواج، لكن الآن يعني مع بدء البث بالمحور الثاني من رسالتنا من محافظة جرش هذا اليوم، هناك أفواج سياحية تأم المدينة الأثرية وموجود الآن داخل هذا السوق الحرفي. ومعروف أنه تم قبل يومين أو ثلاث الإعلان عن أنه يعني جرش من أكثر المدن التي شهدت حركة سياحية خلال الشهر الماضي، ومع بداية الشهر الحالي هناك حركة سياحية أجنبية باتجاه مدينة جرش الأثرية. كيف بتشوف الحركة السياحية أستاذ جميل؟ السياحية سيدي عندنا كويس كثير، شكر كبير لوزارة السياحة ومدير سياحة جرش اللي هم دائما متواجدين معنا. الحركة السياحية للجروبات الدول الأوروبية والأجانب والأمريكان كويسة،
وبنفس الوقت احنا عندنا حركة الأردنيين كويسة جدا وخاصة الجمعة والسبت. يعني في هناك أيام محددة للإقبال على الشراء ولا بشكل عام؟ لا بشكل عام موجود، بس اليوم الجمعة والسبت اللي بتختلف انه في حركة الأردنيين والعرب كمان، وخاصة السفرات يوم الجمعة وبعطوا والسبت. تحدثنا عن أبرز المعروضات اللي عندك، يعني كيف بتم عرضها، كيف بتم عملها في داخل، سواء هذا داخل الجمعية بالمقرها الرئيسي أو داخل هذا السوق؟ احنا هون داخل السوق عندنا بالسوق الحرفي في عندنا اللي هو الرمل، بنشتغله مباشرة قدام الأجانب، بنعمل بنكتب أسماءهم بالإنجليزي بالعربي زي ما انتم شايفين كلمة جوردن بالله، وفي عندنا منتجات لا احنا بنجيبها بكونوا مشتغلينها بالبيت، بكونوا مشتغلينها بالبيت وبال واحنا بنعرضها عليهم للحرفيين. يعني احنا بدنا نشكرك في نهاية هذا اللقاء، وطبعا الآن في هناك حركة سياحية، يا ريت زميلنا سفيان ياخذ هذه الحركة، واحنا طبعا نشكر يعني كافة الزملاء في برنامج يوم جديد على إتاحة هذه الفرصة لعرض هذه المحاور هذا اليوم من محافظة جرش. نعود إليكم زملائي في استوديو برنامج يوم جديد.